السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. فيديو جديده على قناه سعد فوريو واللي غتكون لثاني مره في مدينه لشبونه الرائعه وبالضبط على متن تيليكابين لشبوه، ولكن ما فيها باس اذا تسنيتوا شويه باش تسمعوا هادشي اللي غادي نقول لكم دابا. المهم بعدا قبل كل شيء على مدريد اليوم هو النهار المنتظر، اليوم ان شاء الله الفينال ما بين الريال وليفربول، ونتمنى ان الفوز يكون حليفنا ان شاء الله. دونك خلال الفيديو الاخير كنت وجهت طلب المتابعين ديالي وخصوصا الاصدقاء الحقيقيين من اجل تقويه الدعم لهذه القناه اللي في نظري المتواضع كتقدم واحد المحتوى هادف ونقي بعيد عن كل ما يروج من رداءات منتوج ومحتوى تافه على اليوتيوب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. وخلال الفيديو قبل الاخير كنت تكلمت على غلاء الاسعار وفين غادي هذا الشيء بالمغرب، وهنا درت واحد العمليه ديال الرب ما بين التفاهه اللي منتشره في الاجهزه ديال الهواتف ديالنا وفي التلفازه وبين الالهاء الشعبي على ما هو اهم واعمق، مشاكل سياسيه واقتصاديه بالجمله. وصدقوني اذا قلت لكم ان هذا الشيء راه مدروس وممنهج غادي في واحد المخطط اللي هو عميق وخطير، وللاسف العديد من المغاربه نساو العمق ديال الازمه اللي احنا فيها واللي مثلا ممكن انها ما تخلينيش مازال نعاود نمشي نقطع مئات ولا الالاف ديال الكيلومترات باش نمشي ندوز مثلا ويكند في اوروبا اسبوع او اجازه طويله كما كنت مولف قبل من الجائحه ديال كورونا. فكروا مزيان، فكروا مزيان في هذا الشيء اللي قلت وغادي تلقاو الاجابه سريعا. خوتي المغاربه بعد اللافته اللي هي مورايا كتلخص حجم الكارثه اللي غادي تحل علينا اذا بقينا مستمرين في هذا الصمت المطبق، هذا الصمت المخيف اللي ولا مسيطر علينا واللي ولا صراحه كيخلع. وما نكذبش عليكم انا كالعديد من المغاربه تقهرت هاد الغلاء وهاد غلاء الاسعار وهاد الغلاء ديال الغازوال فريمون سالا معايا وقهرني، لذلك فكنتمنى ان هاد الغيبوبه اللي مسيطره علينا نفيقوا منها، لان هاد الناس صافي راهم غسلوا يديهم علينا هما بقاو قادرين انهم يديروا لنا والو. المهم يلا نرجعوا للموضوع ديالنا اللي هو تيليفيريك ديال لشبونه. هنا دائما في نطاق اول مره، هذه اول مره غادي نركب تيليفيريك، هذا التيليكابين ديال لشبونه الثمن ديالو بوغ ان اللي سون غوتور 4 اورو، هذه غوتور يعني ان تريب 6 اورو، دونك غادي لا دوري تقريبا شي 20 مينوت احنا غادي نرتفعو فوالا. هنا ممكن يعني نتاملوا الجمال ديال المهم اعلى شوف اعلى اعلى اللي شفنا. يلا خليوني باش نصور شويه. تيليفيريك هو وسيله مبتكره اواخر القرن 19 من اجل نقل الاشخاص عبر المرتفعات بغرض سياحي وايضا تجاري، اشهر العواصم والمدن العالميه تحتوي على مثل هذا المشروع. نعطيكم اذا تفضلتوا بعض المعلومات اللي ممكن تفيدكم. اعلى تيليفيريك في العالم تيليفيريك ميريدا في فنزويلا، وفي اوروبا بوتي سيرفان في سويسرا. اطول خط تيليفيريك في العالم كاين في نورسيو في السويد، ولكن ذهابا ايابا تيليفيريك تاتيف بارمينيا بطول 5.7 كيلومتر. اقصى سرعه وصل لها التيليفيريك هي 45 كيلومتر في الساعه، واكبر مقصورات ديال التيليفيريك في العالم كاينه في الفيتنام وتقدر تحمل حتى 230 راكب على مستويين. واخيرا واخا ما بغيتش نسميه اقل تيليفيريك علوا في العالم هو مصادا في الكيان الصهيوني. وهناك العديد من محطات التيليفيريك الاشهر في العالم كالمونجويك في برشلونه، مونتاكاو في اليابان، سينتوزا في سنغافوره، جبل السكر في ريو دي جانيرو، وايضا هذا اللي انا على متنو في هذا الفيديو ديال لشبونه. الطول ديال هذا الخط يبلغ 1230 متر على علو 30 متر من نهر التاج الرائع وعلى بعد امتار عديده من قنطره فاسكو دي غاما. 40 مقصورة كتنقل الزوار، كل وحدة ممكن تحمل 8 الأشخاص، وحتى هو بحال أوسيانغيوم تنشأ بمناسبة الإكسبو 98 ديال لشبونة. ولكن المغرب تا هو عنده ما يقول. فكنظن أن العديد من اللي كيتفرجوا في هذا الفيديو فايت ليهم ركبوا في التلاسياج ديال محطة أوكيمدن، واللي للأسف تسدات منذ بداية جائحة كورونا، وعلى حسب علمي الحالة ديالها ولات مهترئة. الخبر السعيد أن المغرب على أعتاب افتتاح جوج المحطات ديال التيليفيريك، وحده في اكادير خلال سنه 2022 على متن خط طوله 1700 متر 48 مقصوره غير ربط المشروع السياحي دانيالاند وقصبه اكادير اوفلا. المحطه الاخرى غتكون بمدينه طنجه خط طوله 2 ديال الكيلومترات
غادي يربط برج النعام او القصبه بميناء طنجه المدينه مرورا بطنجه مارينا باي وصولا لسور المجازين. ايوا عرفتوني دابا فين غبرت. الا شتوني تعطلت عليكم عرفوني انني راه كنت كنقاد لكم شي حاجه نقيه شي حاجه اللي كتستاهل. اذا سالت الرحله عبر تيليكابين هاد لو تيليفيريك ديال ليسبون. الرحله كانت قصيره ولكن ممتعه شيقه. شفنا على فيل من الفوق ومن بعد رجعنا. اللي جا لهنايا يفكر يديرها. يلا نعاودو نشوفو حاجه اخرى. اكيد فيديو قادم بحول الله. الناس اللي ما عمرها جربت الركبه في التليفيريك نتمنى يكون هذا الفيديو عطاهم الرغبه لخوض هذه التجربه. وهذا المره ايضا غنقولها وبكل ثقه انا بعدا عجبني الحال، ولكن نتوما شنو بان لكم؟